دور. انا يعني باشمهندس الاستاذ طارق قنديل هيكون موجود معانا. استاذ طارق، المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي بيمسوا على الله الله حضرتك. الله 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 الله. باشمهندس عدلي، ازيك يا باشمهندس؟ ازيك ازاي حضرتك يا طارق باشا يا استاذ ابراهيم. يا استاذ طارق ازاي صحتك والف مبروك مقدما. ازيك يا استاذ ابراهيم، ربنا يخليك يا فندم، ربنا يحفظك. استاذ طارق قبل ما تقول لنا دي ان شاء الله هتبقى يعني بعد اعلان النتيجه رسمي هتبقى بركات كاس العالم للانديه بتاعتك انت ومهندس عادل القيعي. ما هو الراجل بيسالك من بدري على البيض بالعجوه والوصفه الاردنيه. انا معايا الفيديو، انا معايا الفيديو مش هقدر اطلعه لو مهندس عادل قال لي. انا عايز الفيديو ده يتسرب بعد اذنك. انت مسجل لي مسجل لي. لا ما اقدرش مهندس عادل لما يقول لي. لا لا هنسربه له قريب ان شاء الله. دايما يعني حضراتكم والله دايما حضراتكم قيمه وقامه للنادي الاهلي. لا انتوا حاجه، ربنا يعزكم دايما يا رب. بس بس يا استاذ ربنا يخلي حضرتك استاذ طارق يعني ايوه ايوه يا باشمهندس، بعد ما تعلن النتيجه هبقول لك ايه بقى، ابتدي بقى ارخم عليكم شويه. وهيقول لك الغدا فين بقى. لا هقول لك ايه يعني يا باشا، حجم المسؤوليه اللي عليكم بقى اللي جايه باذن الله. ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله يا رب، بعد ما ربنا يوفقنا رسمي نكون على ثقة الجمعية العمومية في قائمة كابتن محمود الخطيب وفي اختيارات كابتن محمود الخطيب. ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ طارق، باذن الله نبارك لك بعد النتيجة رسميا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يحفظك يا رب. شكرا شكرا يا استاذ طارق. استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي، ده كان لقاءنا طبعا مع الاستاذ طارق قنديل. طبعا حطيناكم في الصوره وحطينا كل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا موجود معاك يا استاذ ابراهيم، موجود معاك يا باشمهندس لو في اي استفسار او اي تساؤل. هل النادي لسه الاعضاء موجودين في جناين النادي؟ هل الزحمه موجوده ولا الناس بدات تمشي بره الخيمه؟ لا لا، بره الخيمه الانتخابيه موجود اعضاء النادي الاهلي، لازالوا بيستمتعوا بالجو جوه داخل النادي الاهلي. الجميع بينتظر اعلان النتيجه، في وفود بتتوافد على مقر النادي الاهلي يعني في انتظار اعلان النتيجه والاحتفال. ايضا من النقاط المهمه جدا يا استاذ ابراهيم ان الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي مخصصه اكثر من اماكن حول الخيمه الانتخابيه لجلوس الاعضاء والتيسير الامور على اعضاء النادي الاهلي. ايضا من النقاط المهمه الخدمات والمنافس كلها موجوده شغاله على مدار اليوم لتلبيه يعني كافه احتياجات او طلبات اعضاء النادي الاهلي. نفهم كده انك اتعشيت يعني؟ اكيد طبعا يا باشمهندس. كده اتعشت يا فاروق. متشكرين يا فاروق، مجتهد فاروق. شكرا فروت صلاه.